بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نواصل حلقات الأكسل. إن شاء الله اليوم راح نتكلم على Logical Function، يعني الذاتية المعقولة، ممكن نسمونها بالعربية. طيب، الذاتية هذه فيها أكثر من ذاتية، فيها اللي الفانكشن تبع AND، وفيها الفانكشن تبع F، وفانكشن كثيرة. لكن إن شاء الله اليوم إحنا راح نتكلم على اللي هو الفانكشن AND والفانكشن F، اللي يسمونه AND function و F function. طيب، على سبيل المثال إحنا ممكن نأتي على المين تيبل اللي تم شرحه. في حالة أنتم تحصلوا شيء مثل هذا الأرقام، يعني في مش عارفين وش التاريخ الموجود هنا، ممكن تأتوا تعمل دبل كليك على هنا، يوسع لك الخليئة أو الخانة. طيب، إحنا عندنا أكثر من مشروع، مثلا عندنا 5 مشاريع وعندنا أساميهم، هاي الكود تبع المشروع، يعني مسمى المشروع، وهذا اسم المشروع، الكود يعني الرمز تبع المشروع، وهذا اسم المشروع، وهذه أماكن المشاريع. مثلا أنا عندي 5 مشاريع، واحد في الدوحة، واحد في الوكرة، واثنين في الدوحة، وواحد في الوكرة، يعني 3 في الدوحة واثنين في الوكرة. أنا أعطيت مقترح، يعني طبعا هذا مجرد يعني مقترح، على أساس أنتوا كل واحد بعدين يعمل بالبرنامج اللي عنده، لكن فقط على أساس تفهموا فكرة الاند فانكشن والاف فانكشن. مثلا بدأت المشروع، يبدأ المشروع في تواريخ مختلفة. الديوريشن يعني الفترة حق المشروع، كم ممكن تأخذ كل فترة. الديوريشن اكستنشن أو الاكستنشن اوف ديوريشن، يعني كم ممكن فترة إضافية عن الفترة الأصلية. الـ expected end date، المتوقع ان متى يخلص المشروع. الـ actual end date، يعني المفترض ان يعني المشروع خلص. الـ budget اللي هو سعر او قيمة المشروع. طيب، احنا احيانا في الـ start date، بس لو بدك تضغط، بدك تطلع التاريخ على السريع، ممكن تعمل كنترول الكاف اللي بالعربي، شوف الكيبورد مكتوب عليه كاف، اعمل كنترول الكاف بالعربي الكيبورد، يطلع لك التاريخ في الخلية وفي السل. لكن اذا كان شغلة لازم نركز عليها، اذا كان التاريخ عندي في الكمبيوتر مختلف، لأن من الكمبيوتر إلى آخر مختلف، أحيانا يعني يكون الكمبيوتر على السيستم العربي، أحيانا يعني يكون على السيستم الإنجليزي. في العادة أنت لو شفت التاريخ اللي نحط الحين هو 10/15/2019، يعني شهر 10 يوم 15/2019، لكن لا كان الأكسل بالعربي يعطيك شيء ثاني، يبدأ باليوم اللي هو 15/10/2019. في الحالة هذه انت لو بدك تغير التاريخ، ايش الخطوات اللي بدك تغير التاريخ عندك بالكمبيوتر؟ تروح على السيرش باتن، تعمل كنترول، بدك تروح على الكنترول بانل، كنترول يطلع لك كنترول بانل اللي هو هذا كنترول بانل، تضغط عليه يطلع لك اكثر من شيء. تروح تضغط على كلوك اند ريجن، يعني الوقت والمكان، كمان تضغط مرة ثانية على الريجن. لما تضغط على الريجن يعطيك الشورت ديت، مش بدك اللي تغيره الحين، هذا موجود عندنا. ان الام يعني month، الدي معنات الدي، الواي معنات الير. هل بدك انك تغير اللي في الكمبيوتر عندك، ان الشهر يكون الاول ولا اليوم الاول والثاني اليوم والثالث السنة؟ ممكن تغيرها، في اختيارات هنا تحطها. لو مشيت على التاريخ العربي عادة يبدأ اليوم وبعد الشهر وبعدين السنة. وين تروح لو بدك اليوم بعد الشهر بعد السنة؟ تروح على هنا date month and year. لو بدك تخلي الشهر ثم اليوم ثم السنة،
الأول اللي هو الشهر المونث ديت اليير، ومن هنا يتم تغييره. لو تعمل على كليك على واحد منهم تضغط اوكي، لو انت عملت كليك على هذا مثلا شوف طلع لك ابلاي، تعمل ابلاي تلقائيا يغير لك. اوكي، فهذه فيما يخص التاريخ. طيب انا عندي مشروع 5 مشاريع، بدي اعرف الـ5 المشاريع مثلا البجت تبع المشاريع، يعني قيمة المشروع. انا بدي اعرف وين المشاريع اللي هي مثلا اكثر من 1,000,000، على اساس انا كمدير مشروع مثلا بدي اوقف المشاريع اللي هي اكثر من 1,000,000، او انا كوزارة او مؤسسة او مدير شركة بدي اوقف المشاريع اللي هي اكثر من 1,000,000 واشتغل على مثلا المشاريع اللي هي اقل من 1,000,000. فما هي الطريقة اللي يمكن فعلها؟ ماذا نعمل؟ نأتي الى هنا نعمل equal sign، يعني يساوي، علامة تساوي. احنا بنشتغل اليوم على الاند فانكشن اللي هو بالعربي، يعني عندي يعني المشروع اللي في الدوحة والمشروع اللي في الوكرة والمشروع اللي في الدوحة كمان، يعني هاي طريقة يسمونها اند فانكشن اللي هي AND. شوف بتضغط على AND يطلع لك الفانكشن، تعمل دبل كليك عليه يطلع لك يفتح لك قوس. انت تجي تضغط على اول واحد في البجت، اوكي، تضغط عليه يطلع لك رقمه هنا. انت بدك تعرف اذا كان المشروع اللي اكثر من 1,000,000 على اساس انت تستطيع تعمل قرار فيه. اذا نقول اذا كان الـ I2 اللي هو هذا الـ I وهذا الـ 2، يعني في الخط الـ 2 في الكولم I وفي الخط رقم 2 أكبر من أو يساوي، على أساس تحط أكبر من، الإشارة أكبر من تضغط Shift وتشوف الرمز هذا عندك في الكيبورد Shift، وبعدين تعمل يساوي طلع لك. إذا كان أكبر من أو يساوي مثلا 1,000,000، 1, 2, 3, 4, 5, 6 تسكر القوس تضغط Enter. أوكي، عنده نعم أو لا، يعني إذا كان ترو معناته إن هذا أكثر من 1,000,000، لو كان لا معناته أقل من 1,000,000. كيف بدك تجيب الخانات الأخرى؟ تأتي إلى هنا، شوف تغير البلاس، تعمل بدل ما تعمل تسحب سحب ممكن تعمل دبل كليك عليه يأخذك إلى بقية الخانات. الحين طلعت عندنا أكثر من خانة، يعني الأولى أكثر من 2,000,000، الثانية فولس معناتها أقل من 1,000,000، وهكذا الثالثة والرابعة الأخيرة ترو معناتها أكثر من 1,000,000 اللي هو 5,000,000. إذن في الحالة هذه نستطيع أن نعرف مثلا إذا كان البجت أكثر من 1,000,000 أو مش أكثر من 1,000,000. طيب إذا أنا بدي أعرف يعني وين المشروع، يعني اللي في الوكرة مثلا على سبيل المثال، عندما يكون يعني في فرق بين الاند فانكشن والاف فانكشن. الاند فانكشن يستخدم لأكثر من خلية، إذا كان عندي أكثر من خلية، لكن إذا بدك تستخدم الاف فانكشن يستخدم لخلية واحدة اللي هو يقارن بين شيئين. يعني مثلا أنا عندي للمشاريع اللي في الدوحة اللي في الوكرة، أنا بدي أقول للبرنامج أي مشروع في الدوحة اشتغل عليه، بمعنى يعني المشروع اللي مثلا في الوكرة أوقفه اللي خارج الدوحة، الوكرة خارج الدوحة، الوكرة خارج الدوحة، والمشروع اللي في الدوحة اشتغل عليه. طيب طبعا البرنامج هنا يعطيك عندما تعمل الآن يعطيك ترو معناته نعم، فولس معناته لا، لكن انت تستطيع تغيرها، لما تخليها ترو ولا فولس تغيرها بالطريقة اللي انت بدك اياها عندما تستخدم الاف فانكشن. طيب لما تستخدم الاف فانكشن بدك تعرف مثلا عندي مشاريع 5 مشاريع، منها 3 في الدوحة و2 خارج الدوحة في الوكرة على سبيل المثال كما هم بين هنا. اذا انا بدي اوقف المشاريع اللي في الوكرة واي مشروع في الدوحة بدي استمر فيه.
ايش اعمل؟ نستخدم الاف فانكشن. عندما نستخدم الاف فانكشن ممكن تروح الى الفورمولاز اللي هو القواعد، تروح مثلا الى كمان بالاند ممكن تحصلها هنا اللوجيك، تروح لللوجيك في عندك اند، في عندك فولس، في عندك اف ستيتمنت، في عندك اكثر من لوجيك. تروح احنا بدنا الاف ستيتمنت. اوكي، لما تضغط على الاف ستيتمنت يعطيك الفانكشن ارجمنت وايش اللي بدك اياه تعمل. اذا خلونا مع بعض نمشي نعمل الاف ستيتمنت. نروح قلنا احنا فورمولاز لوجيك، تروح للاف ستيتمنت يطلع عندك الخيار هذا. احنا قلنا بدنا ايش؟ اذا كان المشروع خارج الوكرة يوقف، اذا كان المشروع خارج الدوحة، اذا كان المشروع في الدوحة يشتغل المشروع. اذا نضغط على اول واحد في اللوكيشن، احنا بدنا الحين نركز على اللوكيشن، نضغط على اول واحد في اللوكيشن بيعطيني سي 2. اذا كان سي 2 يساوي دوحة، عندما تحط كلمة في الباكس هذا لازم تسننها، لازم تعمل شيفت واللي جنب الانتر العلامة هذه، عندما تكون الكتابة بالوورد لازم تعمل لها التسنين هذا. إذا كان أحرف ما في مشكلة. إذا نكتب إذا كانت احنا نقولنا إذا كانت وكرة، إذا كان المشروع في الوكرة نوقف استوب. إذا كان غير ذلك، بس على بس أن تعرفوا أنتوا لما تكتب هنا في كلمة يعطيك هو التسنين تلقائيا، لكن فوق ما بيعطيك إياها. إذا كان خارج الدوحة، إذا كان في الدوحة دو، أوكي تعمل أوكي يطلع لك دو، معناته إن بدنا نعمله إن المشروع في الدوحة. طيب أنا كيف بدي أعرف المشاريع الأخرى؟ أعمل دبل كليك يطلع لي. إذا المشروع هذا الأول في الدوحة، المشروع الثاني في الوكرة ما بدنا نعمله، الثالث والرابع في الدوحة، الخامس في الوكرة. إذا كم صار عندي مشاريع بعملهم؟ 3 مشاريع، واثنين بيوقفوا اللي هم موجودين هنا في الوكرة بيوقفوا، واللي في الدوحة يشتغلوا، وبناء عليه تقدر تغير أنت بالطريقة اللي تحبها. طيب الآن بدنا نعمل الاف ستيتمنت لكولم آخر، مثلا للبادجت القيمة حق المشروع. بدنا نقول إذا كانت القيمة المشروع مثلا أقل من 100,000 نشتغل المشروع، إذا كان أكثر من 100,000 ما نشتغل المشروع، خلاص ما عندناش فلوس. إيش الطريقة اللي بدنا نعمل؟ نعمل نفس الطريقة، تعمل تروح للوجيك، تعمل اف ستيتمنت، يطلع لك البوكس اللي هنا. وش اللي بدنا نعمل احنا؟ ناخذ اول واحد في البادجت. طيب نعمل ان اذا كان اقل من او اكثر او اصغر من او يساوي، عفوا. طيب احنا ضغطنا عليها، اذا نعمل اصغر من او يساوي. اصغر من تعمل الشيفت، شوف عندك في الكيبورد العلامة هذه، شيفت العلامة، شيفت. احنا قلنا اذا كان اقل من 100,000، اذا اقل قلنا نعمل شيفت، الصين هاي اللي يطلع عندكم في الكيبورد هذا اصغر من او يساوي مثلا 100,000. اوكي، اذا كان اقل من او يساوي 100,000، اذا وش بدنا نشتغل المشروع. اذا نقول له proceed. لو كان اكثر من 100,000 نقول له ايش؟ cancel. اوكي، دائما التسنين هذا الكلمة مهم جدا. خلينا نجرب هل بيقبلها، انه في المفترض انه اوتوماتيك في البوكسز هذا يقبلها، بس لما قبلها معناته ان الخطأ هنا.
اوكي، معناته هو اوريدي عملها. اذا عندنا عمل هذا الخطوه الاولى، نعمل دبل كليك هنا يطلع للبقيه. اذا اول شيء كانسل. ليش كانسل؟ لان المشروع عندنا باكثر من 100,000 اللي هو 2 مليون. الثاني عمل بروسيد. ليش بروسيد؟ لان قيمه المشروع 25 اللي هو اقل من 100,000. البروسيد معناته يعني ان احنا نشتغل المشروع. فعندنا ثلاثه نشتغل المشاريع، يعني في ثلاثه مشاريع بنشتغلهم واثنين مشروعين ما بنشتغلهم اللي القيمه حقهم اكثر من 100,000. هذا فيما يخص، يعني تقدروا تعملوها البقية. مثلا بدك تعرف مثلا الدوريشن، بدك تعمل اي حاجة بدك تعمل بكام، تعمل بنفس الطريقة اللي احنا عملناها. يعني بدكم نعمل كمان للفترة الزمنية، مثلا اذا كانت الفترة الزمنية يعني 60 يوم او اقل من كذا، تعمل بنفس الطريقة اللي انت عملتها، فما في داعي اني اعملها مرة ثانية. اعتقد ان الفكرة واضحة. طيب خلونا نتعمق شوي اكثر في الاف ستيتمنت، لانه مهم جدا الاف ستيتمنت، يعني مهم جدا في الاكسل بصراحة. يعني لما كنا في الدورة، يعني في ناس كانوا يعتبروا انفسهم يعني عباقرة في الاكسل، يعني على طول شغالين الاكسل، بس يعني اكتشفوا ان في حاجات يعني جديدة ما كانوا يعرفوها، ومن هنا يأتي واحد يتعلم. لو احنا بدنا، يعني احنا اضفنا المشاريع، بدل ما كان عندنا 5 مشاريع انا خليناهم 13 مشروع او 12 مشروع. طيب عندنا 12 رمز، 12 اسم، 12 منطقة، تاريخ مختلف لكل مشروع، الفترة مختلفة لكل مشروع، الفترة الإضافية مختلفة لكل مشروع، الفترة المتوقعة لكل مشروع مختلفة، الفترة الأصلية لكل مشروع، الأسعار والمشاريع. طيب أنا بدي أعرف كم عندي مثلا مشروع، يعني أنا مدير في مشروع أو في شركة، بدي أعرف كم عند الشركة عندي مشروع. ما راح أعطيه بالطريقة هذه، لازم أعطيه حاجة مختصرة. إيش الطريقة اللي ممكن أعملها؟ أنا أول شيء بدي أعرف كم عندي مشروع. لو بدك تعرف كم عندك مشروع، تقدر تعملها بأكثر من طريقة طبعاً، بس الطريقة المختصرة تعمل يساوي count COU. شوف أول ما تعمل COU تطلع لك إياها الفانكشن، تعمل count. على فكرة الكاونت فقط تقبل أرقام، ما تقبل شيء حاجة مكتوبة كتابة مثل location أو project، هاي مكتوبة كتابة. لكن لو حطيت لها الأرقام تبع الديوريشن كاملة، معناته حق المشاريع كاملة. فأنا مثلا لو حطيت لها count وعملت ضغط على السهم هنا، يطلع لي عدد المشاريع. سكر القوس، عمل انتر، طلع لي ان عندي 12 مشروع فعلا، اللي هو عندي 12 مشروع. طيب انا بدي اعرف عندي المشاريع في مناطق مختلفة، بدي اعرف الخطوة الاسهل، كيف اعرف وين اماكن المشاريع او كم عدد المشاريع اللي موجودة في الدوحة. خلينا نشوف كم عدد المشاريع الموجودة في الدوحة. اذا بدي انا اعرف عدد المشاريع اللي في الدوحة، اروح فورمولا، نروح مور فانكشن يعني ذاتيات اكثر، نضغط عليها يعطيك statistical احصائي. بدك تروح للكاونت اف، ما تغلط تروح تعمل كاونت، في عندك كاونت اف وفي عندك كاونت افس. الاس اضافة الاس معناته يقبل الكالم اللي مكتوب كتابة، الاف فقط يقبل الكالم اللي هو مكتوب رقم عدد. فاحنا نعمل ايش؟ count f. ايش اللي بدنا المنطقة؟ وايش اللي بدنا نعمل الكالم؟ على location، اضغط على كامل location يطلع لك اياهم كامل ال 12 project. تنزل تحت تحدد الشرط اللي بدك اياه، الكريتيريا 1، يعني الشرط اللي بدك اياه. وش بدك انت؟ بدك الدوحة، يعني بدك تطلع لك يعني اسامي او عدد المشاريع اللي في الدوحة. تعمل دوحة وتأتي هنا،
طيب أنت تعمل بعدها أنت طلع لك عدد المشاريع اللي في الدوحة، يعني أنت لو عديت من هذه المشاريع بتلقى اللي في الدوحة عددهم 8. طيب أنا بدي أعرف المشاريع الكبيرة، يعني عندي كمدير شركة بدي أعرف يعني وين المشاريع الكبيرة، على أساس ممكن ما عنديش بادجت، ولا بدي أخلص فيها بسرعة، ولا بدي أجيب ليبلز يعني عمال أكثر. نعمل نفس الشيء لكن بدنا نشوف في ما يخص البادجت، سعر المشروع. نروح لمور فانكشن statistical counts f counts f، اضغط عليها يطلع لنا الكريتيريا وش اللي بدنا نعمله. بدنا نعمل البادجت. اوكي، وش بدنا الشرط تبعنا في البادجت؟ انه اذا كان اكثر من مليون مثلا يعطيني المشاريع اللي هي اكثر من او يساوي مليون، اكبر من او يساوي مليون. نعمل شيفت، العلامة هذه يساوي مليون، 1 2 3 4 5 6. اوكي، اضغط على اكليك. اوكي، طلع لي عدد المشاريع اللي قيمتهم اكثر من مليون من الكولم هذا، هم 4. طيب انت بدك تعمل شغلة اضافية، يعني انت بدك تقدم لمدير المشروع، بدك تعرف كم مدير المشروع بده يعرف كم قيمة المشاريع اللي موجودة معاه مثلا. هاي شرحناها سابقا في الاول، ليس بتعمل ممكن تظلل عليهم كامل، بس بيجيك هنا. احنا قلنا لو بدك يكون في مكان مختلف، اول شيء تضغط هنا، تضغط على السم اوتو، وبعدين تظلل اللي بدك اياه، كنترول شيفت السهم الى تحت، ظلل لك اللي بدك اياهم، انتر. هذا قيمتهم بالريال القطري 14 مليون. اوكي، طيب انا بدي اعرف شيء اخر. الشغلة الأخيرة اللي ممكن نعملها إيش؟ ممكن بدي يقول له يعني قيمة المشروع فقط للمشاريع اللي عندي في الدوحة. إحنا قلنا عندنا 8 مشاريع في الدوحة. طيب كم قيمتهم هذول المشاريع في الدوحة؟ 8 في الدوحة. اعمل كالتالي: إذا بدك تعمل التوتال بادجت المجموع لأكثر من شيء، يعني للمشاريع اللي في الدوحة، تعرف الدوحة هذه كتابة وهذه أرقاما. إذا نعمل إيش؟ نروح على sum f's، نروح للاجيك. أوكي، نعمل لا عفوا مش لاجيك، نروح ممكن لاجيك في موجودة، وممكن نأخذها من اللاجيك نروح لانسرت فانكشن، نجيبها من هنا، تكتب الكلمة وتجيبها لك، لكن خلينا نروح بطريقة أسهل. نروح ل math and trig، math and trig، تنزل للآخر، تلقى عندك sum f's اللي هذه، نضغط عليها. الحين يعطيك هو sum range، ويش الرينج اللي أنت بدك إياه تعمله؟ الرينج قلنا اللي هي الكتلة، يعني الكالم، تكون أكثر من شيء. إحنا بدنا نعمل على البادجت هذه. اوكي، الكريتيريا رينج على ايش بدك تعمل؟ على كل المناطق مثلا. وايش الشيء الشرط اللي بدك اياه؟ بدي اعمل المشاريع اللي في الدوحه، لكن ما استطيع اختار الدوحه، لازم اختارهم كامل الدوحه. وبعدين في الكريتيريا اعمل له الشرط تبعي من المشاريع هذا كامل، وايش المشروع اللي بدي اعرفه، اللي هو قلنا احنا الدوحه. نكتب دوحه، نضغط اوكي، يطلع لنا قيمة المشاريع اللي في الدوحة فقط. هذا والله اعلم، اعتقد نكتفي بهذا القدر ان شاء الله، وغدا ان شاء الله نواصل الدرس الاخر باذن الله. السلام عليكم.